يلا السؤال الأول بحكي لك أي النقاط التالية تقع على الخط المستقيم الذي معادلته صاد 2 س ناقص 1؟ افرض أن هذا مستقيم، ما هي معادلته؟ تمام؟ كلمة تقع على الخط المستقيم يعني أي النقاط بتحله. كيف يعني بتحله؟ أي نقطة من النقاط لها أحداث يسيري وصادي. لما تعوض السينات هون والصادات هون تطلع معادلة معك ظابطة، أو إذا عوضت السينات الصاد بتطلع معك صحيحة. إذا أي نقطة معناها كلمة تقع على الخط المستقيم على هذا الخط قلنا على لا نهائي من النقاط. أنا ما أعطيتك مجموعة من النقاط، بدنا نشوف هم عليه ولا مش عليه. شو بتعمل حتى تتأكد؟ عوض. فلما أقول لك تقع على الخط المستقيم يعني بتمسك أنت النقاط عندك إياها وتعوضها في المعادلة. إذا كانت المعادلة صحيحة إذا هي تقع عليه. كلمة صحيحة يعني بتحل المعادلة هاي، بتحل معادلة المستقيم هذا. نبلش كمثال أعطيك إياه من عندي اللي هو ألف 2 ٥. هذا رح أحل لك إياه، تمام؟ جيب المعادلة بتقول صاد تساوي 2 س ناقص 1، هو اللي أعطاك إياها. هذه السينات، هذه الصادات، نحل محل السينات 2 والصادات 5. فبقول 5 هل تساوي، نشوف بتحلها ولا لأ. 2 في 2 ناقص 1، الخمسة هل تساوي 2 في 2 ؛ 4 ؛ 1 ؛ 3؟ 5 لا تساويها. إذا النقطة ألف رح تطلع معك ما بتساوي. شو النقاط الصحيحة اللي بيطلع جوابها صح؟ تقع عليها النقطة باء، حطها عندك. باء، جيم، دال، واو، بيكونوا صحيحات، بيحلوا هذه المعادلة، تمام؟ إذا هذا السؤال الأول، بقيته بضل عليك شو؟ واجب. اتفقنا باء، جيم، دال، واو بيطلعوا صحيحات. بدي أحل معك فرع واو لأنه فيه مجاهيل، نفس فكرة دال. إذا دال واو فيهم مجهير، خليني أحل معاك نقطة واو كاف زائد واحد 2 كاف زائد 1. ليش بدي أحلها معاك؟ على أساس إنه شو بتتعلم كيف المجهير. بروح للمعادلة اسمها صاد تساوي 2 س ناقص 1، هاي السينات، هاي الصادات. خلي شغلك مرتب وواضح عشان ما تنعجب الحل. تساوي 2، شو السينات اللي عندك ياها؟ كاف زائد واحد، احميها بأقواس شباب لأن السينات عبارة عن مقدار لازم تلحمها بقوس، ناقص 1. فهون صار شو عندك؟ 2 س ، 2 ك ، 1 تساوي، دخل 2 على القوس وضبط، 2 ك ، 2 السالب 1 ايش صار فيها؟ نزلت. تعال نضبط ونلبق وننقل الكافات عند بعض. اتأكد شغلك صحيح، 2 ك ، 1 تساوي 2، السينات ك ، 1 ـ 1. صارت عندك 2 ك ، 1 تساوي 2 ك ، 1 ـ 1 اللي شو؟ ـ 1. قلنا ان الكاف عند الكاف ناقص 2 ك، هون ناقص 2 ك. راحت 0 مع 0. شو صار عندك؟ 1 تساوي 1. نعم، اذا هاي النقطة بتحقق المعادلة هاي، نفس الشيء بتمشي مع بقية النقاط. والنقطة دال اللي هي فيها ميم ما في مشكلة، بس انت بتتعامل مع الصادات بمقدار، بتحمي دائما بأقواس. تعال نطير على السؤال الثاني نشوف ايش بده. بحكي لك اكتب معادلة الخط المستقيم في كل من الحالات التالية. طلع اعطاك ميلو نقطة، فكرة اولى، اعطاك نقطتين، فكرة ثانية، ميلو مقطع صيني. شو يعني مقطع صيني؟ يعني صاداته صفر، يعني هاي النقطة عبارة عن شو؟ -5 بالسينات، 0 في الصادات، صار عندك ميلو نقطة، رجعت فكرة اولى. ميلو مقطع صادي، حلو، مقطع صادي 4 يعني سيناته 0، رجعت فكرة أولى. مقطع سيني مقطع صادي، حلينا زيه، يوازي محور السينات ومقطع الصادي 6. ححل معك أنا ها واو، ها أخذنا زي فكرة عشان تتقوى فيها، واو فكرة جديدة لكلمة يوازي، تمام؟ بقية الفروع رح تكون عندك واجب. إذا ألف باء جيم دال واجب. أنا رح أحل معك ها واو، زي ما قلت لك في آخر الفيديو رح أصور لك ورقة فيها الحل، الحلول النهائية للأسئلة اللي حليناها اللي تركت عليك واجب. تعال نشوف فرعها. بحكي لك بدي معادلة خط مستقيم مقطع السيني 3 ومقطع الصادي سالب 3. قلنا بنمسك كل واحدة لحالها. كلمة مقطع سيني 3 يعني إحداثيات النقطة، 3 بالسينات 0 في الصادات. حكيت لك مقطع الصادي اللي هو أنا وين هون، مقطع الصادي سالب 3 يعني 0 في السينات وسالب 3 بالصادات، لأنه مقطع صادي يعني سيناته 0. فصار في عندك شو شباب؟ نقطتين. يعني رجعنا على الفكرة الثانية، عندك نقطتين ميل ونقطة واحدة. ناخذ الميل، فرق الصادات على فرق السينات. تعال نحدد، هي س1 ص1 س2 وص2.
سالب 3 ناقص 0 على 0 ناقص 3، فصار فوق سالب 3 وتحت سالب 3، بترجع شو؟ بترجع 1. تمام؟ زي ما هو واضح هون، سالب 3 ناقص 0 و 0 ناقص 3 بترجع معك 1، شو؟ موجب. روح للقانون، ص ناقص ص 1 تساوي س الميل في س ناقص س 1. يلا ص ناقص ص 1، أي نقطة بتحب؟ تعال ناخذ اللي صادتها صفر عشان نخلص من هون، لأن الميل معك جاهز. تاخذ اللي نقطة فيها صادات صفر، وبرضه أي نقطة بتكون صحيحة. ناخذ النقطة الأولى، بتقول ص ناقص صفر تساوي ميل 1 في س ناقص 3، صارت ص تساوي س ناقص 3. بس عشان تركز، إحنا أخذنا إنه الميل يساوي 1، وأخذنا النقطة الأولى اللي هي مقطع السين فيه زي ما قال بالسؤال 3. تمام؟ فإحنا أخذنا الميل هذا والنقطة هاي، فصارت المعادلة معيها هيك. تعال نحل فرع واو. فرع واو جديد، فكرة حلوة. فرع واو يوازي محور السينات ومقطع الصاد 6. هاي شباب عبارة عن الفكرة الأولى بس مغبشة. ليش؟ الفكرة الأولى قلنا ميل ونقطة، النقطة هي مبينة. شو يعني مقطع الصاد 6؟ يعني الصفر في السينات 6 بالصادات. شو يعني يوازي محور السينات؟ تعال نرسم المستقيم اللي انت عندك اياه بيوازي محور السينات. يعني هيك بوازي محور السينات، يعني مهما امتد حيضل يوازي محور السينات وما يقطعه. مقطع الصاد 6 قلنا بخبط محور الصادات عند مين؟ عند الستة. فمستقيمك هيو خبط محور الصادات عند الستة ووازى محور السينات. كلمة يوازي محور السينات تستفيد منها بمعلومة، إنه ميله شو بيساوي؟ صفر. إذا بتلاحظ المستقيم مش أعوج بالمرة، مش مايل بالمرة، فالميل يساوي زيرو. إذا لما تعرف كلمة يوازي تعرف إن الميل مباشرة شو بيساوي؟ الميل يساوي صفر. زي ما هو واضح عندك مو مايل. في بداية الأمثلة كنا نطلع، كنا نحكي زي بداية الدرس، رسمنا مستقيم أو شوف المستقيم هذا، كنا نبحث عن ميله، نقول فرق الصادات عن فرق السينات، نبحث قديش مايل المستقيم. تمام؟ فلما هو يوازي محور السينات مباشرة، إذا هو شماله هو يوازي محور السينات، إذا ميله يساوي صفر. إذا هاي فكرة يوازي دغري بتقول الميل صفر، عشان هيك قلت لك هي عبارة عن فكرة أولى مغبشة. روح القانون، ص ناقص ص واحد تساوي الميل في س ناقص س واحد. نقطة عندك إياها ص ناقص 6 تساوي ميل صفر في س ناقص صفر، كلها راحت زيرو، فصارت ص تساوي، نقول الستة هون ص تساوي 6. إذا بتلاحظ من الرسمة فعلا احنا اتفقنا من تامن، لما بيكون عندك اقتران الخطي ثابت، إذا الاقتران الخطي في جزء من أجزاء اللي هو الاقتران الثابت، جزء منه كيف بينرسم؟ مباشرة أي نقطة على الصادات برسمها بتكون بتوازي محور السينات، بتقطع الصادات عند النقطة 6. هذا كان بالنسبة شباب لسؤال رقم 2. زي ما اتفقنا ألف باء جيم دال واجب، وآخر الفيديو رح يكون ورقة عليها الأجوبة كليتها. تعال نروح على السؤال الثالث. جد إحداثيات نقطة تقاطع مستقيم الذي معادلته كذا مع محور السينات. شو قلنا كلمة محور السينات؟ عدناها ألف مرة. محور سينات يعني صاد تساوي صفر مباشرة. قلت لك إحداثي شباب، اقرأ السؤال. أنت إيش بدك يا مس؟ أنا بدي إحداثي. شو يعني إحداثي؟ يعني زوج مرتب فيه سينات وفيه صادات. أنا معطيتك معادلة ومعطيتك نقطة بتعوض هذه النقطة في هذه المعادلة عشان تطلع الإحداثي تبعها. إذا معادلة محور سينات مباشرة، أنا قطعت محور السينات، إذا صاداتي شو بتكون؟ تقاطع محور السينات، يعني صاداتك رح تكون زيرو. فبمسك المعادلة 3 س زائد 2 ص تساوي 6، كلمة محور السينات ص تساوي 0، تعال نعوض الزيرو في المعادلة، صارت 3 س زائد 2 في 0 تساوي 6، طارت 3 س تساوي 6 على 3 على 3 س تساوي 2. طب شو الإحداثيات؟ حط لي هيك بالامتحان غلط، أنا طالب إحداثيات، لبي لي إياها شكل إحداثيات، 2 سينات 0 صادر. السؤال الرابع، يلا شوي شوي. جد إحداث نقطة تقاطع المستقيم الذي معادلته كذا كذا مع محور الصادات، يعني مباشرة سين شو بتساوي؟ زيرو. زي فكرة السؤال الثالث، بدك تعوض هون محل السينات صفر، عوض راحت، سالب 3 صاد تساوي 12، صاد تساوي 4. شو الإحداثيات؟ صفر سالب 4 عشان هذه سالبة،
تمام؟ فهذا حتركه عليك برضه واجب. نفس فكرة السؤال الثالث، بعد ما تحله تتأكد شغلك صح أو غلط. روح سؤال خمسة، جبت كل من مقطع صيني ومقطع صادي، زي السؤال اللي حلت لك إياه قلت لك عنه قوي. مقطع صيني بطلعه لحال، ومقطع صادي شباب بطلعه لحال. تمام؟ إذا السؤال الرابع واجب، السؤال الخامس كنت أترك لك إياه واجب، بس ما إنه قلنا عنه قوي يلا نحل لك إياه. بحكي جد مقطع صيني مقطع صادي للمستقيم، أنقل المستقيم 4 صاد تساوي 3 س ناقص 24. يلا معي، بدي مقطع سيني، بدي مقطع صادي. مقطع سيني صاداته صفر، مقطع صادي سيناته صفر، الصاد مجهولة هون صفر والسينات هي المجهولة، بعوض اتفقنا كل نقطة لحال. بمسك القانون المعادلة بعوضها مرتين. تعال نطلع أول شيء المقطع مين؟ السيني زي السؤال. بقول 4 ضرب محل الصادات بحط صفر تساوي 3 محل السينات ما بعرفها ناقص 24. تمام؟ 4 في 0 صارت 0 تساوي 3 س ناقص 24، ونقول لي ال 24 س بتساوي 8. بس ليش بسرعة؟ معادلة خطية صف 7، زائد 24 زائد 24 تقسيم 3 تقسيم 3 صارت س معك شو بتساوي؟ اللي هي 8. تمام؟ إذا هون هاي النقطة صارت 8 بالسينات وصفر في الصادات. تعال نطلع مقطع صادي، ارجع اكتب لي المعادلة، 4 صاد تساوي 3 س ناقص 24. مقطع صادي بدك تحط محل س شو؟ بدنا نحط محل السينات صفر، فصارت 4 صاد تساوي سالب 24 تقسيم 4 تقسيم 4 صاد تساوي سالب 6. شو الإحداثيات؟ صفر سالب 6. قبل هذا السؤال شباب كتير حلو، أهم فكرة فيه إنك تطلع السينات لحال وتطلع الصادات لحال، وكله معاد عن صف ثامن. يلا شوف السؤال رقم 7، هانا قربنا نخلص. يلا، إذا كان المستقيم لام بمر بالنقطتين، النقطة الأولى 3 كاف 1، النقطة الثانية كاف 4 ناقص كاف ميلو 2، أجب عما يلي ألف وباء. فكرة السؤال جدا قوية، أنت مسؤولتي لي لازم النقطة هو ميل أو نقطتين، وأنا بطلع لك الميل. طب هون أنت معطيتيني نقطتين وميل، يعني أنت دمجتي هدول مع بعض، أعطيتيني النقطتين مع الميل. ليش عملنا هيك؟ لأنه أصلاً في بالنقاط يوجد عندك ثوابت مجهولة، فأول شيء نطلع قيمة الثابت كاف. بنروح على معادلة المستقيم تساوي ميل في س ناقص س واحد. بس ليش هيك عملتي؟ انت عندك الميل وعندك النقطتين، بضل عليك شو تعمل؟ تطلع كاف. فنفس المبدأ، انا عشان اطلع كاف بقول الميل عندي يا 2 وكاف مجهولة، بقدر اطلع كاف المجهولة من مين؟ من الميل، لانه انا بعرف ان الميل يساوي فرق السينات على فرق الصادات. كيف بتطلع؟ بتقول صاد 2 ناقص صاد 1 على سين 2 ناقص سين 1. الميل طلع عندك اياه كام؟ 2 تساوي صاد 2، تعال نسميهم، اكتب لك النقاط هون 3 كاف و1، وفي عندك النقطه الثانيه كاف و4 ناقص كاف، هاي نسميها سين 1 صاد 1 سين 2 صاد 2. يلا مين صاد 2؟ 4 ناقص كاف ناقص من القانون صاد واحد اللي هي قديش؟ واحد على سين اثنين شو اسمها؟ كاف ناقص من القانون 3 كاف. هاي ليش ما حملناها بأقواس؟ انه قبليها موجب فعاد ما في مشكلة. فارت اثنين شو بتساوي؟ 4 ناقص كاف ناقص واحد يعني 3 ناقص كاف، لانه الاربعة ناقص واحد 3 وسالب كاف بتنزل. بالمقام شو صار في عندك؟ كاف ناقص 3 كاف بطيخة، ايه منها 3 بطيخات؟ سالب 2 بطيخة، لأن الكاف شمالها هون موجبة. عندك سالب 3 كاف صارت سالب 2 كاف، مقام الواحد 2 واحد اضرب ضرب تبادلي صارت سالب 4 كاف تساوي 3 ناقص كاف، انقل الكافات عن بعض، زائد كاف زائد كاف، سالب 3 كاف تساوي 3 على سالب 3 سالب 3 كاف، طلعت معك سالب شو؟ سالب 1. إذا ثابت كاف طلع معنا شو؟
طلع معاك الثابت كاف اللي هو شو سالب واحد. من وين طلعتي؟ من الميل، لان الميل عندك اياه عوض، دير بالك بالتعويض وركز، تطلع معاك كاف شو سالب واحد. اذا شو صارت النقاط اللي عندي اياها؟ صارت النقطة 3 كاف واحد، بعد ما نعوض بكاف سالب واحد بتصير اسمها سالب 3 واحد، لانه كاف عبارة عن سالب واحد. النقطة الثانية اسمها كاف 4 ناقص كاف صادقها، عوض بدل كاف سالب واحد شو بتصير؟ سالب واحد و4 ناقص ناقص كاف اللي ناقص ناقص واحد بتصير 4 زائد واحد يعني شو 5. إذا صارت النقاط اللي عندك إياها سالب 3 1 وسالب 1 5، وصار في عندك ميل. شو اسمه هذا الميل؟ هو أصلا أعطاني إياه اللي هو 2. تمام؟ نرجع نتأكد، كاف سالب 1 4 ناقص ناقص 1 5، هون سالب 3 مع 1. رجع لنا شو؟ عندك نقطتين وميل، بختار ميل وأي نقطة. فخذ الميل يساوي 2، هذا الميل، خذ لك أي نقطة. تعال ناخذ النقطة هاي اللي هي سالب 1 5. شو بده فرع با؟ بده با ما معادلة المستقيم؟ لا، فبقول صاد ناقص صاد واحد تساوي ميم في سين ناقص سين واحد. إذا تلاحظ إنه معادلة المستقيم بالفرع الأول ما استفدت منها، ممكن أطلع منها الفرع اللي هو الثابت كاف، بس من الميل أسهل. فصارت صاد ناقص 5 تساوي الميل عندك هي 2، افتح قوس، سين ناقص سين واحد، شو عندك سين واحد؟ سالب واحد. هاي منين إجت؟ قانون هاي منين إجت؟ من النقطة. فصارت صاد ناقص 5 تساوي 2 في سين زائد واحد، صاد ناقص 5 تساوي 2 سين زائد 2 زائد 5 زائد 5، صاد تساوي 2 سين زائد 2 سين زائد 7. تمام؟ إذا السؤال السابع قوي كتير حلو ومهم، فكرته أنا بعطيك النقطتين مع شو؟ مع الميل. يلا شباب هانت. هلا صفحة 54 شو ضل؟ ضل في عندك سؤال الثامن التاسع العاشر و11، كل واحد فيه فكرة كتير بسيطة، يعني صغار ومكررين أفكارهم كليتهم. شوف السؤال السابع شو بيقول؟ الثامن، جد إحداثي نقطة تقاطع مستقيم الذي معادلته 2 س زائد 3 ص تساوي 7 مع المستقيم الذي معادلته ص تساوي 5. هلا هدول الأسئلة اللي ضلت نفس الفكرة أو فكرتهم جديدة قديمة. بدك نقطة تقاطع المستقيم هاد مع المستقيم اللي معادلته ص تساوي 5. لو رسمنا رسم سريع افتراضي، عندك هاي محور، عندك هاي المستقيم تبع اللي هو 2 س زائد 3 ص تساوي 7. رسم افتراضي شباب مع المستقيم اللي معادلته ص تساوي 5، ص تساوي 5 يعني عند محور الصدف بحط 5، شو بعمل؟ مستقيم. هاي النقطة اللي هي اسمها نقطة تقاطع هذا المستقيم مع هذا المستقيم. إذا أنت عندك مستقيمان، هذا المستقيم اسمه 2 س زائد 3 ص تساوي 7، هذا المستقيم يساوي ص تساوي 5. شو بده؟ إحداثي نقطة تقاطع المستقيم. إذا بدي هاي النقطة اللي قاطعت هاد مع هاد، شو بدي؟ بدي إحداثياتها السينية والصادية. السؤال لما تقرأه زنخ، حلله شوي شوي يطلع بسيط. إحداثي نقطة تقاطع المستقيم، نقطة تقاطع المستقيمين هذول الاثنين مع بعض. طيب الرسم قلنا افتراضي، انت هون من المعادلات اللي عندك اياها كيف بدك تطلع هاي النقطه؟ شوف شباب، لما بحكي لك نقطه تقاطع معناها تساوي. لما بقول لك تقاطع هذا المستقيم مع هذا المستقيم بدي اساويهم مع بعض، يعني هاي النقطه مستقيم صار تساوي 5 مارق فيها. احنا اتفقنا من السؤال الاول لما بحكي لك نقطه تمر او تقع، كلمه تمر او تقع على مستقيم هاد معناها انه هذه النقطة اللي بتمر او تقع على هذا المستقيم شو بتعمل فيه؟ بتحله. يعني اذا انت عوضته رح يطلع معك الناتج صح. بيشبه سؤال مين؟ سؤال الاول. اتفقنا هون اي نقطة تقع، فاحنا قلنا تقع او تمر، يعني هذه النقاط لما تعوضها هون شو النقطة اللي بتحلها؟ يعني لما تعوضها هون بتطلع معك المعادلة هاي صحيحة 100%. اذا رجعنا السؤال الثامن، رجعنا زي السؤال الاول مباشرة، اعطاك معادلة بس هون اعطاك شو؟ نقاط، ولكن هون اعطاك مستقيم اخر، صاد تبعته شو بتساوي؟ 5. لما صاد بتساوي 5 يعني السين بتساوي 0، ما خطرتكش مش مشكله، بتمسك القانون بتقول 2 س زائد 3 صاد المعادله تساوي 7. السؤال الاول اعطاك نقطه عوضتها، هون ما اعطاك نقطه، اعطاك صاد تساوي 5. هناك نقصد بالنقطه احداثي سين وصادي، هون ما عندك الا احداثي صادي، بتعوض الصادات هون، فبتقول 2 س زائد 3 في 5 تساوي 7 عشان تطلع مين؟ السينات، لأن أنا بدي إحداثي. تمام؟
هلا صارت 2 سين زائد 15 تساوي 7 ناقص 15 ناقص 15 صارت 2 سين شو بتساوي؟ سالب 80 تمام؟ على 2 على 2 سين تساوي سالب 4. إذا هذه النقطة إحداثياتها سالب 4 وإحداثياتها الصادية 5. أصلا عندك منه لازم لما تطلع مباشرة تحصر صاد شو بدها تساوي؟ هذه النقطة شو صاداتها؟ 5، لكن شو سيناتها؟ ما بعرف، ولكن صاداتها أكيد 5، فأنا بمسك الخمسة بعوضها وين؟ في المستقيم هذا. إذا الإحداثيات عندك إياها سالب 4 و 5. فكرة السؤال سهل، فكرته لما أقول لك نقطة تقاطع يعني نقطة تقع أو نقطة تمر، يعني هذول بدك تساويهم مع بعض، تساوي هاي مع هاي فبتطلعها. كيف قلت الحل؟ بتعوض نقطة صاد في المعادلة هاي، نقطة صاد في المعادلة هاي. نشوف سؤال 9. سؤال 9 بيقول، شوف التاسع شو بيقول، جد إحداثيات نقطة تقاطع المستقيم الذي معادلته س ناقص 3 ص تساوي سالب 2 مع المستقيم الذي معادلته س زائد ص تساوي 6. نفس المبدأ، إحداثي نقطة تقاطع مستقيمين، عندك مستقيمين خبطوا بعض في نقطة، أنت بدك تطلع النقطة هاي، تمام؟ إذا زي فكرة السؤال الثامن، نفس فكرته تماما، نقطة تقاطع هذول المستقيمين، الثامن كان سهل لأنه واحد من المستقيمات اسمه ص تساوي 5، فمباشرة بعوض الخمسة بطلعها، لكن هون المعادلتين مجهولين، يعني عندك المعادلة الأولى س ناقص 3 ص تساوي سالب 2، والمعادلة الثانية شو اسمها؟ س زائد ص تساوي 6، فأنت هون صار في عندك شوية صعوبة. المبدأ اتفقنا متى المستقيمين بتقاطعوا؟ لما يتساووا، يعني انت بدك تساوي المستقيمين هدول مع بعض، لما يتساووا فتقاطعوا في هاي النقطة. طب انا كيف احل؟ انا فهمت مثل المبدأ انه هم تقاطعوا يعني تساووا، تساووا بالضبط بالنقطة هاي، كيف نحلها؟ هاي النقطة شباب اللي مارق منها مستقيمين، بتحل المستقيم الاول وبتحل المستقيم الثاني، انها الف مره زي السؤال الاول. كيف بتحل؟ يعني اذا عوضتها في المستقيم الاول بيطلع الناتج صحيح، واذا عوضتها في المستقيم الثاني زي السؤال الاول بيطلع الناتج صحيح. اذا انا مشكلتي كيف اطلع هذه المعادله الا نقطه اللي لها احداثي سيني واحداثي صادي. السؤال الثامن زي فكرته قلنا سهل لانه صاد تساوي 5، عوضت الخمسه هون، لكن انا ما بقدر اعوض هاي هون. شوف شو قلنا، انه عوض هاي هون، يعني احنا نرجع تامن حذف وتعويض. ليش؟ لانه انت صار في عندك معادلتين بمجهولين. هون انت عندك معادلتين ولكن مجهول واحد، انت عندك صاد بس عندك سين، بس هون عندك معادلتين بمجهولين. كيف بنحلها؟ زي تامن حذف وتعويض، بجيب المعادله الاولى هون. اتفقنا شباب انه تتذكر الحذف دائما اسهل، قلنا حذف وتعويض وبياني، احنا بنحاول نبعد عن البياني. حذف تعويض، تنقي اللي بدك اياه، تعال روح الحذف. في مين في عندك من السينات؟ عندك سينات جاهزه نفس المعامل ولكن عكس الاشاره، اشمط هذه سالب واحد. شو بتصير بسالب واحد؟ بتنزل المعادله، هي معادله واحد اسمي لك اياها، هي معادله اثنين الاولى بتنزل مثل ما هي، وهي بضربها شو بسالب واحد، بتصير سالب س ناقص ص تساوي سالب 6. هاي نفس المعادله الاولى ولكن هي المعادله الثانيه بعد التعديل. اجمع لي اياهم مع بعض، س زائد سالب س راحت، اجمع لي هدول مع بعض صارت سالب 4 ص تساوي سالب 8. على سالب 4 شباب جمعنا هدول مع هدول صار سالب 4، على سالب 4 ص شو بتساوي؟ سالب مع سالب موجب 8 على 4 2. طلعت الصادات، هو يا عيني شو بده؟ بده احداثي يعني س وصاد، طلعت الصادي، رجعت زي سؤال 8، هلا بعوض الصاد وين؟ في وحده من المعادلات، نقي اللي بدك اياها، المعادله الثانيه احلى، شو اسمها؟ س زائد ص تساوي 6، عندك ص تساوي 2، تعال نطلع س، فصارت س زائد 2 تساوي 6، يعني س تساوي 4. اذا ما هو الزوج المرتب؟ 4 4 بالسينات و2، 4 بالسينات و2 شو؟ بالصادات. هاي النقطه اللي هي هاي، هذه النقطه شو اسمها؟ اسمها 4 2. إذا هذه النقطة بتقاطع المستقيمين، وهي النقطة خاوة بتحل المستقيم الأول وبتحل المستقيم الثاني، يعني لو عوضتها المستقيم الأول بيطلع صحيح، لو عوضتها المستقيم الثاني بيطلع نفس المبدأ صحيح. تعال نطير على سؤال رقم 10 بيقول، إذا كانت النقطتين أ ب وكان المستقيمين أ ج ب ج متقاطعين في النقطة ج، حلو، كان ميلهما سالب 1 و2 على الترتيب، ما إحداث النقطة ج ولا فيه فكرة. بقول لك ورقة فيش فكرة أبدا، يعني نفس الأفكار الأولى والثانية بس خربطهم مع بعض.
رسم افتراضي بحكي لك عندك المستقيمين ألف جيم وبا جيم، هاي المستقيمين، هاي النقطة مين؟ جيم، نقطة تقاطعهم شو اسمها؟ جيم، تمام؟ هاي السينات الموجب وهاي الصادات الموجب. هذا المستقيم اسمه ألف جيم، فأنا حطيت النقطة ألف هون محل ما بدي. هذا المستقيم اسمه نفترض إنه هون با، فصار هذا المستقيم شو اسمه؟ اسمه با جيم. إذا هذا المستقيم با جيم سميته، هذا المستقيم ألف جيم، التنين تقاطعوا في النقطة جيم، أصلا بدون ما يقول لك من ألف جيم وبا جيم خو حيخبطوا بعض جيم لأنه نفس المسمى. تعالوا نشوف شو بده، تقاطعوا في جيم بدون ما يحكيها ما عرفناها، كان ميل الأول سالب واحد ميل الثاني اثنين على الترتيب ما احداثيات النقطة جيم. شوف عندك كم شت معطيات، تعال نرتبها. عندك المستقيم ألف جيم بتعرف فيه شغلتين، هذا شو اسمه؟ هذا اسمه مستقيم ألف جيم، بتعرف فيه احداثيات ألف اللي هي اثنين ثلاث، وبتعرف فيه الميل، شو ميله؟ سالب واحد. شباب نقول بالترتيب، هاي الأولى للأولى الثانية للثانية. وعندك مستقيم ثاني شو اسمه؟ اسمه با جيم، أنت بتعرف فيه النقطة با، شو اسمه النقطة با؟ سالب اثنين أربعة. وعندك الميل شو بيساوي؟ اثنين. بتطلع معادلة ثلاثة، بدنا النقطة جيم. لاحظ شباب الأسئلة الثامن تاسع عشر كل واحد بكبر عن الثاني بزيادة، يعني صف الأساس السهل ثمانية مستقيمين، واحد منهم سهل عوضته في الثاني، مستقيمين التنين زلخيم حذف تعويض طلعت نقطة عوضته بالثاني طلعت النقطة، إذا دول زلخيم شاف عوضهم حذف تعويض. الثالث نفس مبدأهم ولكن أصلا ما أعطنيش مستقيمين، إذا عشرة قاعد في بطنه ثمانية وتسعة، بتطلع بعشرة المستقيم الأول بتطلع المستقيم الثاني، ترجع تعمل الشغل اللي اشتغلناه بتسعة، بترجع تعمل الشغل اللي اشتغلناه بثمانية اللي هو نفس فكرة السؤال الأول، تمام؟ إذا التاسع أوريدي معطيك مستقيمين بس بدك تطلع النقطة، وقلنا حذف تعويض بنساويهم مع بعض بنطلع عشرة أصلا ما معك مستقيمين. على أي فكرة؟ على الفكرة رقم واحد، معطيتك ميلو نقطة ميلو نقطة. تعال سريع نطلع معادلة المستقيم ألف جيم، صار ناقص صاد واحد تساوي ميل سين ناقص سين واحد، اتفقنا في الامتحان تكتب نمرة واحدة بالتفريق. يلا صاد احنا المستقيم هون ناقص ثلاثة تساوي قديش الميل؟ سالب واحد في سين ناقص اثنين، كمان مرة مستقيم ألف جيم صاد ناقص ثلاثة الميل سالب واحد في سين ناقص اثنين، يعني ندخل السين على القوس الميل صاد ناقص ثلاثة تساوي سالب سين زائد اثنين، سالب سالب موجب زائد ثلاث زائد ثلاث، صارت صاد شو بتساوي؟ سالب سين زائد خمسة، هاي معادلة المستقيم رقم واحد اللي هو مين؟ اللي هو ألف جيم. بنفس المبدأ بدنا نطلع معادلة با جيم، صاد ناقص أربعة تساوي الميل اثنين في سين ناقص ناقص اثنين، تمام؟ هون شو بدنا نسوي؟ كمان مرة نقطة با صاد ناقص أربعة في اثنين سين ناقص ناقص اثنين، صاد ناقص أربعة تساوي اثنين سين زائد أربعة، بسرعة يا لهوي شو عملتي؟ زائد زائد صارت موجب اثنين، اثنين في اثنين صارت أربعة، زائد أربعة زائد أربعة صارت صاد تساوي اثنين سين زائد ثمانية، هاي معادلة المستقيم الثاني. تعال نظرة سريعة شباب نشوف شغلنا صح؟ معي معطيات المستقيم الأول معطيات المستقيم الثاني، طلعنا معادلة الأول معادلة الثانية عشان نرجع زي سؤال تسعة اللي كان مجهز لك اياه ومعطيك مستقيمات. عوضنا القوانين قلنا صاد ناقص ثلاث سالب واحد هو الميل في سين ناقص اثنين، دخلنا السالب واحد على القوس سالب سالب موجب سالب، نقلنا الثلاثة صارت مستقيم ألف جيم هيك معادلته، نفس الشيء معادلة با جيم قال لي ميل اثنين قال لي النقطة سالب اثنين وأربعة، فهقولنا صاد ناقص أربعة تساوي اثنين في سين ناقص ناقص اثنين، هاي نفس سين زائد اثنين دخل اثنين على القوس، تمام. إذا أنت المعادلتين طلعوا معك، هلا بترجع زي سؤال تسعة بدنا نشوف النقطة اللي قاطعوا مع بعض عند النقطة مين؟ جيم. أنا طلعت معادلة الأول طلعت معادلة الثاني، نقطة جيم هي عبارة عن نقطة بتحل الأول والثاني، لما قلنا بتحلهم لازم نطلعهم. كيف نطلع جيم؟ نساوي المعادلتين مسكيف، يعني حذف وتعويض زي شو؟ زي كامل، روح حذف وتعويض. شو بنقول؟ المعادلة الأولى صاد تساوي سالب 2 س زائد 5، الثانية صاد تساوي 2 س زائد 8، تمام؟ جاهزة اضربها بسالب 1، ليش؟ عشان تطير الصاد، لأنه معاملات الصاد وحدة فبتطيرها، بتصير هاي المعادلة الأولى هاي المعادلة الثانية،
تنزل المعادلة الأولى زي ما هي، المعادلة الثانية تصير بالسالب، تمام؟ هاي ستار. هلا اجمعهم مع بعض بتطير، بتصير سالب 3 س، 5 ناقص 8 ناقص 3، صح؟ شو بتساوي؟ ص ناقص ص صفر، فصارت 3 س سالب 3 س ناقص 3 سالب 3 س. شو بتساوي 3 على سالب 3 على سالب 3؟ س تساوي سالب 1. نفس المبدا بنطلع شو؟ بنطلع المعادله بنطلع ص. روح اي وحده بدك اياها، يا هي هي نطلع ص. تعال روح على الاولى، بدنا نروح على المعادله الاولى اللي اسمها ص تساوي سالب س زائد 5. انا بعمل هذا عشان ايش؟ لايجاد ص. صارت ص تساوي سالب في سالب 1 زائد 5، سالب في سالب موجب، صارت 1 زائد 5 6، اذا ص شو بتساوي؟ 6. اعمل لي هيك بالامتحان تنص علامه. شو طالب السؤال؟ بده احداثيات ج. اذا شو صارت احداثيات ج؟ بالسينات سالب 1 وبالصادات 6، هذه احداثيات النقطه ج، تمام؟ كيف تتاكد شغلك صح؟ تمسك سالب 1 6 بتعوضها في المعادلتين بيطلع معك صح. شباب للمره الالف لهذا سؤال 10، سؤال 10 9 8 8 بلش صغير صغير، معادلتين واحدة بتتعوض بالثانية، بس هي سهلة تعوضت لأنه ص تساوي 5، الثانية صار معادلتين، بقدرش أعوض واحدة في الثانية، وإحنا شو بنحب؟ مش التعويض، بنحب الحذف، فعملناها بالحذف. الثالثة سؤال 10 اللي هو أكبر منهم الاثنين، بدك تطلع المعادلتين زي 9 وتعوض زي 8. سؤال 11 تركت لك إياه لك تتسلى فيه. عندك أربع نقاط، طالبة معادلة المستقيم نون ها، هذا على فكرة، هاي على فكرة رقم 2، ليش يا مس؟ لأنه أنا معطيتك نقطتين، بتطلع مين المعادلة؟ كاف واو نفس المبدأ، فكرة 2، ليش فكرة 2؟ نقطتين، شو بنطلع؟ ميل، بعدين المعادلة، نقطة تقاطع مستقيمين نون ها، كاف واو، المستقيم هذا والمستقيم هذا إن وجد، بطلع معك إنه لا يوجد، زي ما وعدتك هذه الورقة فيها إجابات كل الأسئلة اللي حليناها واللي ما حليناها. اتفقنا أن السؤال الأول حيكون واجب، السؤال الثاني ألف باجي أكد لك إياها على الورقة هون. أول شيء كان عندنا تدريب في بداية الفيديو، كان عندك تدريب 6-9 صفحة 51 واجب، وقلنا الجواب رح يطلع معاك صاد تساوي سالب سين زائد 3. قلنا السؤال الثاني حليته أنا معك لنقطتين، أنت بدك تكمل السؤال الأول بتحله، السؤال الثاني رح يكون عندك واجب الفروع الواجب عليك اللي هو ألف باء جيم دال زي ما حكينا، حوشت لك إياهم على جنب هون، هدول شو؟ هدول الواجب اللي عليك. الثالث أعطيتك فكرته برضو عليك واجب، حلت لك يا الثالث. الرابع أعطيتك فكرته حيكون عندك واجب. الخامس السادس السابع هذول حللالك اياهم، تمام؟ كله حلت، يعني انت ما ضل عليك واجب غير التدريب، شويه فروع من السؤال الاول، شويه فروع من السؤال الثاني والسؤال الرابع، ولكن الباقي انا حلت لك اياه كله، وهي الصوره هاي الورقه فيها اجابات كل الاسئله، ويعطيكم العافيه.